السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الابرار ومرحبا بالناس اللي يشاهدو يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس اللي معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زاد قناه اليوم الحصه تاعنا اللي غادي نتكلموا عليها وين آه بعد التهجم تاع على على عوار ماشي الشعباء معناها نهضر على هذا الصحافه والكلاب المدربه للنبيح كاين دي كلاب مدربه للنبيح يعني في اليوتيوب كاين في ال الصفحات تاع الفيسبوك وهما الأغلبية توعهم، نعرف أنا صحافي راه داير، شنو يعني نقولكم شعل داير؟ تشاه، أنا يمكن مليح أنا كي نقولكم كيما مانيش زعما نحوس يعني نقولكم في الصح هذه حقيقة نقولكم فيها صاحبي، ها لك شو ما ما نجمش ندير له اسمه ما ما نشهروش ما نشهروش ها مالا ورا شوف كاين شعال 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 داير شعال واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداعش ثناعش تلطاعش ربطاعش خمسطاعش ستطاعش عشرين واحد وعشرين ثنين وعشرين ثلاثة وعشرين 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 لي لوغو تاوعو وداير ربعة وعشرين باجا تاع فيسبوك هذا صحافي واحد برك هو من من الجزائر ويخدم هو يخدم دائما وين يدافع على شيء ويعاين في الوزير يخدم في الفيفا صحافي يخدم في الفيفا والرجاله دارته رجاله خلاته فماك خاطش الحاج محمد راهو واحد حط 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 خسبلو خسبلو بلي رجاله وهما غير غي هجاله اللي يجي يتزوج بيهم الحاج الحاج قسم له بلي رجاله بصح هما هجاله اللي يجي يتزوج بهم تاع 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 عطيه 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 البيبرو تاع الحليب وخليه خليه يسكت عليك كل غريان واغ 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 حشيل سيسات يرقد كي ما كيما اكثري لهم شي يعرفهم واحد واحد تا دروك اي لا وي اي, أي بالي طايح طايح انت تحسب من ما كاش تحسب كاين مالك مشي باغيين يا عباد الله انا مازال ما فهمتش ما انا والله مازال ما فهمت ما كاع والله ما فهمت على بالك على بالك بلي شابه تحضر وين عوار يصارع فرنسا بمفرده في ظل غياب الاتحاديه الجزائريه لا ما نساو كاين رجال في الخفاء كاين رجال في المستوى في الخفاء وما ننساوش بنزيمه فانيك ما ننساه يعني على بالي كاش تكاين انا راني نعطيكم على بالي شا كاين كاين رجال في الخفاء مشي تاع الشيعة وكاين بنزيمة هذه كلمة كلمة حقنا حضروها كاين خمس رجال في الخفاء وكاين بنزيمة معه خاطش نعاود نولي لكم غير شويه نقطه سعيد في انا نحلب في بلاصتو على بالو شتا كاين كلش سعيد في كيهدر كيهضر قال قال العائله تاعو راهي باقيه بصح هو هو مشا من الجمي يكذب مؤمن جاه مؤمن في الطريق مشى باغي يكذب مؤمن برك ما راش باغي يكذب مؤمن خاص مؤمن تقلق والله لا تقلق مؤمن والله ما بغيت عليك ورسلت لك نهار اللي درتها مع الصباح بالثلاثة مع الصباح رسلت لك قلت لك ما تقلقش انا نيتي ماشي باش نبين روحي انا نيتي رسلت لك بوارد لوكال قلت لك يا سي مؤمن ما تقاش تقلق خويا انا نقول لك م... كل شغل وليتو ابطال حسام عوار عيط له كل شغل بغيتو تولو ابطال نورمالمون ديروا ديروا تحاليل لماذا عوار ما جاش الجزائر علاش حوسوا علاش حنا عطيناكم القوانين اللي دايرينهم وانتم على بالكم حوسوا عليها ماشي تضربوا ماشي تسكتوا هذه كما يقول الساكت على الحق هو شيطان اخرس هذه باش يكون على بالكم وشتو قناه النهار استضبط استضبط اكبر عنصري هذاك هذا اكبر عنصري صحافي عنصري هو مناجر اعلامي ومناجر في فرنسا هدرت عليه بالك راني في ثلاث سنين هدرت عليه هذاك بالك ثلاث سنين هذاك اكبر عنصري قناه الهدف اتصلت به خويا اتصلوا به منا مش انا عارفين القنوات لمن يخدموا حنا المهم عوار يصارع فرنسا بمفرده في ظل غياب الاتحاديه الجزائريه وانا نعلنها سيكون شان شانه شان لاعبين جبهه التحرير الوطني عند ترسيم التحاقه بمحاربين الصحراء وعقلوا على الهضره اللي يهضر عليها قالت عليه مكاش اللي راه هضر معاه صحه الحمد لله يا ربي كاين اللي قال لي نتايا درت اشهار روراوا انا ما درت اشهار روراوا معروف روراوا ما يقارعليش انا باش ندير له اشهار راوراوا راوراوا راو. ما يقارعليش انا باش ندير له اشهار أنا مو كيما يقول لك نبغي خدمته برك، نهدر عليه نبغي خدمته، أنا نهضر عليه نبغي خدمته برك هذا مكان، أنا كي نجبد عليه نقول, نقول نقول مسيو محمد راو نجبد عليه نبغي خدمته هذا مكان، هذا مكان ما عندي حتى حاجة مع ما يعرف بالك ما يعرفنيش بالك أنا راني نهدر عليه بالك هو كاع ما يعرفنيش، أنا كي نهدر عليه بالك كاع ما يسمعش بيا. بلاك كاع ما يسمعش بيا كي راني نهضر عليه هذه باش يكون على بالكم جماعة كلي يقول لي انت راك تشيت راو هضرت وانت تقول لها قولي راو يا ودي انا ما قلت لها قولي راو راو ما والو كان ما يبغيش الكذب كي يكون تقول لها ماذا بي قولي راو تقول لك تربح هي روح تربح هي ها والله كان ما يبغيش واحد يملي عليه ما يبغي كاين اللي ما يبغيش واحد يملي عليه تواليك وقلت لها قولي راو راو كانت تقول لي روح تربح انا وحدها قالت لك راه راه ابار راه جا عندي وملي ما كاش اللي جا عندها حضرت الحق بابا امين قويري قال لك انا هوت لهم قال لك هوت في الصيف عندهم قال لك ما كاش اللي بغى يستقبلني قال لك روح حتى الفيديراسيون ما كاش اللي بغى يستقبلني بالصوره والصوت قالها مش احمد تهدرها صاحبي انا شراني نشوف بلي عوار راه يحارب وحده انا راني نشوف بلي عوار راه يحارب وحده انا نشوف كل شهور يحارب وحده راه في عامين ولا ثلاثه وحده ما اللي يبغى انت هذه قرعه راهي مبلعه طق طق وما تحلش عليها تطرطق حل عليه خليه ريسبيري ايكوت التليفون انتم روحتوا اسمين هضره المعور هذه نعطيها انا نعطيك انا كي راني نعطيك راني هنا هنا بالجزائر راه انا فين خاب على روحي بلي هضره ماشي هي ولا اي كاين صحافيين عيطوا عيطو ال اوزموند ام سي 11 هذيك دو دي مونديال وعيطو عيطو 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 لا وكاين من فيديراسيون عيطو الاوليس وعيطو البلاكار وراكم كاع راكم كاع جميع اللي يعيط نهار ثلاثة صباح حمد يدير الفخ حمد يبني الفخ حمد يبني الفخ أنا نبني الفخة من من الفيديراسيون عيطو لأوليس فيديراسيون مش عيطو لأوليس سمحولي سمحولي برك ماشي عيطو لبلاكار وكاين صحافيين ومدراء مديرين تاع قنوات عيطوا الاوليس في الاداره في الاداره عيطوا كاين صحافيين جزائريين منا رسلوا لي الفيديو هذاك ورسلوه للصحافه الفرنسيه هما جزائريين بصح في فرنسا باش يكون على بالكم انا شا قلت لكم قلت لكم مازال ما دامني في كان يومين قلت لكم مادام بو حبس وطالبي انا ما انا ما نامنش فيهم بصح شتينا نامن فيهم شي صوالح كيقول لك باللي راه رايح لفرنسا على بالكم باللي هذيك تعطيكم ادله باللي طالبي بو حبس كانوا دايرين في رسالهم باللي ديشو ما غاديش يعيط للعوار تصابوه دي ديشو عيط عليه ديشو هذو هنا داروا معاه داروا داروا له ضغط انتو شفتوا الصحافه تاعنا يديروا ضغط على اونترينير مع الصحافه مع من دمروه 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 كتبه بدون علم عوار باش يكون على بالكم كيفاش الجوار اللي يقلعوه من الاثنين على بالهم باللي راه فيه كورونا كيفاش عوار تلجم الجمعه على بالهم فيه كورونا هذه لا معركه الحرب للرجال وتحيه الجزائر ورب يرحم الشهداء والجزائر فيها رجال الجزائر الجزائر فيها رجال وما يولوش مشاريع الجزائر ماشي تحدد مين راح لنا راح لنا فقير هما اللي بغاو فقير يروح في طوي في ولاو يعاونوا في فرنسا فماك بصح اليوم كي الحاج يوقف ويدير هاك الحاج محمد راوراوا يوقف ويدير هاك يعرف شكاين الحاج محمد راوراوا يتساهم ماهوش غير رئيس اتحادية ماهوش تاع كرة قدم الحاج ماشي تاع كرة القدم الحاج# الحاج